السلام عليكم وسعد الله أوقاتكم ولاية سطيف العلمة وبالضبط عموشة. نسوب عراق حاد بحي طنجة ببلدية عموشة بين مجموعة من الشباب وهم أصدقاء ينحدرون من العلمة. أحد المتسببين في العراق يقوم بدهس 5 أشخاص بسيارة من نوع باصات في مشهد هوليودي ويلذ بالفرار مخلفا قتيلا. مصباح عفيف يبلغ من العمر 19 سنة و4 جرحى وأحدهم في حالة حرجة جدا تم إجلاؤه إلى المستشفى الجامعي بسطيف، وباقي المصابون يتلقون علاجهم بالعيادة المتعددة الخدمات بعموشة. جثة المتوفي تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الكبيرة. ومصالح الدرك الوطني عثرت على السيارة المستعملة في الحادث مركونة في محيط النقطة الدائرية بالضيافات، وتم جرها نحو مقر كتيبة الدرك الوطني بعموشة، فيما ما زال الجاني في حالة فرار. والتحقيقات متواصلة حول حيثيات وأسباب الحادث. الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر أهله يا رب العالمين ويشفي المصابين. لا تنسى الإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.